اسمي صالح مهدي باش وعمري 10. هوايتي كرة القدم. أبوي قال اشترك كرة القدم. لعبت غير كرة القدم سباحة. قليت سباحة ونشيت كرة القدم إن هوايتي صارت كرة القدم. حققنا المركز الثاني بطولة عجمان. سوي تسخين أول شيء بعدين تسديد بعدين نلعب تخسيمة. مركزي بالفريق وسط. نلعب وسط نوزع اللعب. درب سواني ذي كابتن مهدي. روح أصير لاعب الصالة بغاتية. أرجع من المدرسة أدرس وأروح النادي. يشجعني أبوي. أنصحكم تلعبوا الرياضة. اسمي حسين محمد الله. لعبت كرة القدم عمري 10 سنين. يدي كان لاعب وأبوي كان لاعب وأنا تشجعت عشان جسمي أصير نفسهم. إنجازات الفريق حققنا المركز الثاني في بطولة في دبي. مركزي في الفريق مدافع قلب دفاع أو ظهير. الوظيفة إني ما أخلي أي مدافع يقوم. المدرب اللي طور في مستواي الكابتن مهدي باش. كل التمارين سهلة وما في شيء صعب. نبتدي بالتسخين ومثلاً بعد باصات وشوت. طموحي أن أوصل أحسن لاعب العالم. اللي شجعني هو أبوي. أنصح اللي بعمري إن يسوون رياضة وأنصحهم إن يلعبون كرة قدم. اسمي ظافر وعمري 10 سنين ولعبتي الجودو. بداية دخولي من فترة طويلة وقد طولت في الجودو وحبيتها أكثر. تفاصيل لعبتي إني لازم تمسك اللاعب هو لازم يمسكك مني ولازم تطرحه. إذا طرحته تاخذ نقطة وإذا جبت نقطتين تفوز. أي قد لعبت جودو وكرة قدم بس حبيت الجودو أكثر فقمت ألعبها أكثر. استفدت إني أكون يعني عندي ثقة أكثر من نفسي وأكون أقوى. جدولي بالتدريب 3 أيام بالأسبوع وأقعد بالتمرين 1.5 ساعة. تدريب هذا أسخن وألعب فايتات. إذا كنت أبي أنجح بدراستي وبالجودو لازم إني أخلي وقت الدراسة ووقت الجودو. أصعب تمرين الشوماتا وأسهل تمرين عندي بالجودو سناقي. نقطة الضعف اللي عندي رجولي اللي أبي أطورها أكثر. إني أحتاج مدربي عشان يعلمني شنو الصح وشنو الغلط كيف أسوي الحركة صح. دار أمي وأبوي واجد مهم إنهم يشجعوني وإني أحرص على كل شوي أجي التمرين. علاقتي مع ربعي واجد زينة وحنا إخوان وحنا يعني أصدقاء برا. طموحي بلعبة الجودو إني أخذ حزام أسود وأوصل مراتب عالية. الدرجات بالحزام باللعبة
بعد أبيض بعدين أصفر بعدين برتقالي بعدين أخضر بعدين أزرق بعدين بني بعدين أسود. عشان تكون لاعب ناجح لازم تسمع كلام المدرب وتنام مبكر وتاكل أكل مفيد وتسمع كلام المدرب. النصيحة اللي قدمها اللي ما يلعبون الرياضة إنه لازم تلعب رياضة عشان تحسن من لياقتك وتحسن من مستوى جسمك.